تباعا الى الميدان صفرة ابنة الفحل بن سايمون والام بنت مجالي المالك رواد، تدريب اسطبلات ابو جبل والقيادة لاياس ابو جبل، تليها مبين ابنة الفورميلا وان بريق المبين والام بنت بلان الكبير، المالك والمدرب راسم حجيرات والقيادة لزنور غدير. في انتظار دخول غزالة بالانس لنستكمل عدد المشاركات الثلاث بثاني أشواط هذا المهرجان. أبو الصحر فرسان الشوط الثاني كمان مرة أسرع شوي لو سمحتوا، الخيل جاهز داخل الميدان، زنور غدير أياس أبو جبل. يا أبو الزعبي مين راكب هالفرس هاي؟ مين راكبها؟ مين راكبها؟ أولى المنطلقات إلى جهاز الانطلاق بثاني أشواط هذا المهرجان بشوط إناث الفئة الأولى بتنافس على لقب بطولة ميدان الأحلام لدوري عام 2022، بيان المبين ابنة بريق المبين والأم بنت جولان الكبير، المالك راسم حجيرات، المدرب أحمد حجيرات، والقيادة للصقر زنور غدير على صهوة بيان المبين. أولى المنطلقات إلى جهاز الانطلاق بثاني أشواط هذا المهرجان الثالث، كونوا على أهبة الاستعداد، شوط مفتوح الدرجات، مختار البهيج، نجم الخالدية، مهاجم الصخرة، مختار الوزير، شهم، أسد، شيخ الميدان وصقر. إذن أما والآن ثاني المنطلقات بعملية الإحماء، صخرة ابنة الفحل بن سايمون والأم بنت مجالي، المالك رواد، تدريب اسطبلات آل أبو جبل والقيادة لأياس أبو جبل. ثاني المنطلقات إلى البوابات بثاني أشواط هذا المهرجان بشوط إناث الفئة الأولى، منطلقات غزالة بالانس ابنة الفحل بالانس والأم مونزا، المالك حمودي زعبي، المدرب سامي زعبي، والقيادة للفارس الواعد محمد نسيم عيادات على صهوة غزالة بالانس. ثالث المنطلقات إلى جهاز الانطلاق، بهذا تكون شيعت إناث الشوط الثاني إلى البوابات بثاني أشواط بطولة ميدان الأحلام لدوري عام 2022. ملاك ومدربين خيول الشوط الثالث مرة أخرى، شوط مفتوح الدرجات، كونوا على أهبة الاستعداد، مختار البهيج، المالك سامر محسن، نجم الخالدية، المالك أبو خليل نمر، مهاجم الصخرة، المالك محمد الهيب، مختار الوزير، المالك محمد انجيدات، شهم، المالك نور سواعد، أسد، المالك سراج زيدان، شيخ الميدان، المالك أبو غازي، وصقر، المالكين اسطبلات المعتز. هذه هي أسماء خيول الشوط الثالث مرة أخرى، مختار البهيج، نجم الخالدية، مهاجم الصخرة، مختار الوزير، شاهم، أسد، شيخ الميدان وصقر. نطلب من ملاك ومدربين هذه الأسماء أن يكونوا على أهبة الاستعداد. غزالة بالانس مرة أخرى، ملاك ومدربين خيول الشوط الثالث، كونوا على أهبة الاستعداد، شوط مفتوح الدرجات بثالث أشواط هذا المهرجان. تقرع بوابات ميدان الأحلام على بركة الله تعالى بثاني أشواط هذا المهرجان بشوط إناث الفئة الأولى بصراع على لقب بطولة ميدان الأحلام لدوري عام 2022، محمد النسيم على صهوة غزالة بالانس وزنور غدير على صهوة بيان المبين بصراع ثنائي بالمراحل الأولى، قرابة المنعطف الأول، إلى أن غزالة بالانس الآن بصدارة الشوط بصراع ثنائي مع بيان المبين ما بين المنعطفين، صخرة تلاصق الإناث ما بين المنعطفين، بيان المبين برفقة الصقر زنور غدير تقطن صدارة الشوط ما بين المنعطفين، قرابة المنعطف الثاني والأخير، بات الصراع ثنائي ما بين الصقر زنور غدير والند العنيد أياس، صخرة وبيان المبين بصراع على عرش بطولة ميدان الأحلام ما بعد المنعطف الثاني لتكبد الإناث نحو المراحل النهائية والحاسمة من هذا الشوط. بيان المبين وصخرة بصراع على عرش بطولة ميدان الأحلام، صخرة وبيان المبين وغزالة بالانس، صخرة وبيان المبين وغزالة بالانس بصراع على عرش البطولة، بصراع على صدارة الشوط، صخرة وبيان المبين، صخرة بصدارة الشوط وبيان المبين بالمرتبة الثانية وغزالة بالانس بالمرتبة الثالثة. فليتفضلوا أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى منصة التتويج بدون جمهور، تتوج خيول هذا الشوط بدون جمهور، لما حصل من ملاك ومدربين خيول هذا الشوط؟ لذا تتوج خيول هذا الشوط فقط بمرافق واحد. يلا أبو إبراهيم مبروك يا عم، مبروك.
رمك الأخير تكتفي بوصفة بطلة هذا العام، كانت من نصيب بطلة الميادين المعروفة. بيان المبين المالك راسم حجيرات أبو أحمد، المدرب أحمد حجيرات، مبروك حبايبنا فرسان الحجيرات، مبروك لبيان المبين يتوجها الأخ معتز غراب أبو محمد، مبروك ألف ألف مبروك لبيان المبين. كما أسلفت تكتفي بنائبة بطلة هذا العام، مبروك حبيبنا راسم، مبروك للمدرب أحمد حجيرات، مبروك لفرسان الحجيرات أجمعين، وبيان المبين نائبة بطلة هذا العام، مبروك ألف ألف مبروك. أما الوصيفة الثالثة وصاحبة المرتبة الثالثة والتي نافست هي الأخرى على عرش البطولة ولكن تكتفي بالمرتبة الثالثة، كانت من نصيب غزالة بالانس، ابنة بالانس والأم مونزا، المالك حمودي زعبي، المدرب سامي زعبي، والقيادة كانت للفارس محمد النسيم. على صهوة غزالة بالانس تكتفي بالمرتبة الثالثة بثاني أشواط هذا المهرجان يتوجها الأخ معتز غرابة، مبروك ألف ألف مبروك.